قول يا سوس قول. أفندم. علاء عبد الحميد، رئيس مباحث اسم مصر القديمة. يا سيد بدوي، طول عمرنا أنا وهيدي بنتعامل معاك، إنما اللي حصل إن في حد غريب دخل بينا. تمام. الأصول والضمانات اللي القرض خرج قصادها كلها موجودة، ودي حاجة مش قليلة، دي فلوس، دي حاجة 10-15 مليون دولار. انت جاي تلعب معايا نفس اللعبة تاني يا ابو طالب؟ مفيش لعب ولا حاجة يا باشا، اعتبرها تعثر زي ما اي حد بيتعثر. بعدين جدول القرض على 15-20 سنة، وسيب هايدي ترجع شغلها وتبدأ في سداد القرض بدل ما تتحبس. وفي كل الأحوال مفيش مليم هيدخل البنك. سداد ايه؟ العجز اكتر من 35 مليون دولار، انت مدرك للرقم؟ ويعني ايه تتحبس؟ ويعني ايه مفيش مليم يدخل البنك؟ انت بتهددني؟ انا ما بهددكش يا باشا، انا بس بفهمك حقيقة الوضع. عن اذنك يا ابو طالب، انا عندي ميتنج مهم دلوقتي، شرفتنا. بس بقى، بس كفاية كده، بس بقى. طب فوقيها بس كده، هي مالها فيها ايه؟ معلش يا باشا. ايه اصل البنايه لسه جايه مصر بقالها كام يوم. بسكوت بسكوت يا باشا، عايشه في الخليج من صغرها ولسه وارد جديد. مالكش دعوه بيها، احسن ناحيه ساعد، خليك تمشي في الشارع تقول سندس عملت وسوت. ما تخافيش يا حاج. طب كويس بدات تفوق اهي. مين فيكم بقى كوري عبد العاطي؟ ايه ايه ساعه الناس اللي واقفه قدامك بتتصربك دي، وعامله وهي وقربتها حوار عايزين يهدوا البيت على دماغنا من فوق، مع ان سكان العماره كلهم كل واحد منهم دفع حصته في تنكيس العماره، حتى الست الغلبانه دي بتاعت القدره دفعت، انما هي من الشايفه رقنا. ومع ذلك كانت سعاده الباشا عندها محل لمؤاخذه كوافير وبتكسب ياما. ده غير ان قرابتها متجوزه امير خليجي من اللي بيناموا على الفلوس ومتسيخه من هنا لهنا. شوفك نايمه في طور بيتك يا بعيده. طب انت كويسه دلوقتي؟ احسن كويسه. ابعد انت بس، ابعد عنها انت. مالك يا حاجه في ايه؟ هو انت ظابط حقيقي ولا من اللي بيطلعوا في التلفزيون؟ ايه الكلام ده؟ جري يا حاجه. معلش معلش يا باشا، هي اصلها تعبانه شويه. معلش خليك معايا خليك معايا. طب يا نسا كوريا، الاخ سلومه مقدم فيكي بلاغ انك بتهددي ارواح 5 اسر لانك مش عايزه تشاركي في اعمال تنكيس البيت. ارواح؟ انا بهدد ارواح يا باشا؟ ايه ما قالكش كمان اني بحدفهم بالملاتوف بالليل؟ يا اخي روح ما تلبسك انت ومراتك العقربه دي، راجل ناقص ومعفن صحيح، انت رايح تجيب لي الحكومه يا راجل يا زباله؟ شايف شايف سعاده الباشا اللي اتأدبها وطول لسانها دي مش عامله لسعادتك اي اعتبار. لا 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 اعوذ بالله، ده على دماغي من فوق يا باشا. بس هي كل الحكايه ايه؟ انا هشرح لك موضوع التنكيس ده. هم عايزين مني 10000 جنيه، انا لغايه دلوقتي حوشت منهم كام؟ 4300، يعني مش ساكته. بس لو الحكومه يعني مستعوقاني ولا شايفه اني مقصره، لو ممكن يعني تدفعهم لي هي بقى. ما انا هعمل ايه؟ ما هو اي حل بس نخرج بيه راجل معفن ده بره الموضوع، وبعدين انا بقى مني لكم حكومه نستفي مع بعض. هو ايه ده اللي نستفي؟ ايوه 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 يا سعاده الباشا، ايوه ايوه، احنا بقى نستنى ونموت لحد ما سعادتها تحوش الفلوس ولا الحكومه تديها الفلوس وتقسطها عليها. الله، ما تموت ولا تولع، يعني انت شايف نفسك ليك لازمه قوي يعني وانت حي؟ بس خلاص، احنا هننتدب الحي وهننتدب لجنه هندسيه تيجي تعاين البيت، وهي اللي تقول لنا هو محتاج ايه وفي خلال قد ايه. لجنه ايه يا سعاده الباشا؟ الحي ايه يا سعاده الباشا؟ ده انا جاي بدل المقاول 3 وكلهم اكدوا ان البيت ده لازم يتنكس، والاخت اللي واقفه قدامك دي هي المؤاخذه اللي واقفه عنا. الحكومه جايبها تقول لجنه ومش لجنه. شيل لها يا ست لجنه. ده بدل يعني ما تقبضوا عليها وترموها في التخشيبه. شوف يا باشا، هم دلوقتي مش عاجبهم كلامك اهو. انت هتعرفوني شغلي ولا ايه؟ اتفضل اقف بره انت ومراتك لغايه مكتب المحضر. ماشي يا سعاده الباشا. انا دفعت يا سعاده الباشا، استنى. اتفضل يا حاج. امشي. سياده الحكومه تشرب ايه؟ ميه بس مش ساقعه. عيني. انت كويسه دلوقتي؟ الحمد لله احسن. اسمك ايه؟ هاي جمالات. اسمي جمالات. جمالات؟ These are 3 of our finest diamonds from all over Europe. Every single one of them has a history.
The first one, as you can see, this used to belong to Hitler's wife. It was part of her collection. The next one was owned by a prince. He loved a French woman very much and gave it to her. The last one doesn't yet have a history, but you could be the ones to write it together. Hmm. ايه رايك يا حبيبتي؟ يا حبيبي حلوين قوي. انا مش مصدقه. ربنا يخليك لي يا رب. I don't like any of them. I want a big piece for my love. I once been in Mexico. I found a huge diamond. I want something like that. Sorry, Andrew. Okay. Sorry to hear that, Mr. Marwan. But if you change your mind, you know where to find me. Okay. Bye, Andrew. Bye. ليه يا حبيبي؟ ايه دي؟ بطن البقرة؟ ايه بطن البقرة دي؟ أنا عمري ما سمعت عن حتة في مصر اسمها بطن البقرة، أنا لافف في مصر كلها، شارع شارع، حارة حارة، كشك كشك، زنقة زنقة، ما سمعتش عن حاجة اسمها بطن البقرة، تاخدوا بنتي أنا تودوها في حتة زي دي من غير ما تستشيروني أنا إزاي؟ يا أنكل أنا رحت زرت هايدي، بس بصراحة المكان مش نضيف خالص وبيع جدا. بس ده المكان الوحيد اللي محدش هيلاقي هايدي فيه. لا 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 بنتي ما بتقعدش في الاماكن دي ابدا. مشوها لو سمحتوا، مشوها من هناك خالص، خلوها تهاجر هجره غير شرعيه. يعني بنتي بنت ناس، مش بنت اي واحد من الشارع. واضح جدا يا ابو طالب بيه ان انا غلطت لما قلت لسيادتك على مكان هايدي على سبيل المعرفه. وطبعا انا مش محتاج افكرك، لما حبيت توديها مكان تبعك وديتها فين؟ دكتور نادر معلش انا هضطر، اسف، اشوف محامي كبير يدافع عن بنتي. انت بدل ما تدافع عنها وتطلعها براءه تبعت لي ناس يتحفظوا على بيتي ويعملوا لي قضيه تبديد ومرتب شهري. ده اجراء قانوني مؤقت بسبب الحسابات اللي حضرتك فاتحها في بنوك بره، واللي انا قلت لك تقفلها 100 مره وحضرتك مش عايز. شكوا ان هايدي ممكن تكون حولت لك جزء من مبلغ على اي حساب من الحسابات دول. حسابات هايدي؟ هايدي حلتها حاجه ينفلسها وحالتها نيله. ده راي سيادتك، بس مباحث الاموال العامه وهي بتعمل تحرياتها ده اللي توصلت له، فطلبت من النيابه تاخد قرار بالتحفظ على املاكك، والنيابه وافقت. مباحث شغاله والنيابه شغاله، حضرتك كل اللي عملته وديته بنتي بطن البقره. بطن البقره مش دعوه لا بالبقره ولا ببطنها، انا عايز اشوف هايدي. بنتي وحشتني، لو سمحتوا فين هايدي؟ ياما بس اللي طلع نوال عند ابراهيم ياما، انا كنت فوق، هتطلع ازاي بس؟ ولا انت هتستعمني يا ولا ولا ايه بالظبط؟ لا ده انا شايفاها بعينيا اللي هتاكلهم الدود ده اهي، ومسكاها وقفشاها من رقبتها كده اهو، بايديا اللي هتاكلهم الدود بالهنا والشفا ان شاء الله. ولما انت قفشتيها ست النصحه ما سالتهاش هي ليه؟ لا هي كانت هتفوت عليا ولا كانت هتفوت عليا، سالتها يا اخويا قالت لي، قال ايه؟ سمعت صوت بينده عليها من بير السلم، قال دخلت تشوف مين، ما لقيتش حد، زي ما دخلت زي ما خرج. اصل انا هندي يا اخويا ولا انا مختوم على قفايا؟ يعني قالت لك ان هي ما طلعتش. بقول لك ايه، ريحها شويه كده، انا رايح بروفه مع الواد البليه عشان عندنا فرح كبير قوي. يما ادعي لي. ربنا يكرمك يا ابني يا رب. بقول لك ايه، انا عارفك ال50 بلبل. استني استني بس، ايه مش فاهم الموضوع؟ ال50 بلبل دول عشان خاطر احلى ام، واخدهم عربون من الواد النسر، تجيب لنا نص كيلو لحمه وتظبطينا بقى نفسك من اللحمه يما والنبي. الهي يطعمك ما يجوعك ويسقيك ما يعطشك يا رب يا ابني يا حبيبي. ربنا يا ابني مصاريني. بقول لك ايه يا واد؟ ايه يا حاج؟ هو الواد نسر ما ادالكش غير 50 جنيه بس؟ اداني 100 ياما، 50 جبت لابراهيم نص فرخه والباقي جبت له بيه دواء، وال 50 الثانيه ايه في ايديك ياما؟ في ايه؟ يا سلام يا اخويا، وانت تجيب لابراهيم كبدكي دواء ليه؟ ها؟ لما بيقف على عربيته ويحط الكبده في الشندوتشات ويبيعها للناس كان بيدي لك حاجه؟ ياما حرام عليك ياما، ادعي له ياما ربنا يقومه بالسلامه. اخويا انا قلت حاجه؟ ربنا يقومه بالسلامه ان شاء الله. سلام يا احلى ام في الدنيا. سلام يا اخوي. بس انا مش هيهدى لي بال الا لما اعرف البت نوال طلعت عند كبدكي ليه. دينا ونادر اكدوا لي ان المكان اللي انت فيه مكان تحفه، وجواه فولكلور شعبي جميل من الحاجات اللي انت تحبي تتفرجي عليه. تحفه ايه فولكلوري وشعبي ايه بس يا بابي؟ حرام عليك، انا مش لاقيه اصلا كلام اوصفهولك.
المهم يا بوبي انت وحشني قوي، نفسي ترمي في حضنك وعيط. تترمي اه، انما تعيطي لا. حد يبقى عنده ناس حلوه زي دول بيحافظوا عليه ويخافوا عليه ويعيط. تعرفي يا هايدي، ان شاء الله لما نرجع الشغل تاني وانا وانتي ونجيب السواح بقى يجوا ونوديهم بطن البقره كده ينبسطوا، انا واثق انها تعجبهم جدا. اه يا بابي مش قادره اقول لك هيعجبهم قد ايه، ده هيذهلهم. ما تقلقيش يا هايدي، انا عايزك قويه وصلبه مهما حصل زي ما تعودنا. وانا واثق ان شاء الله. خلاص الفتره بقت قليله قوي وهناخد البراءه ونرجع للشغل تاني. ماشي يا بابي ماشي. لا 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 يا حبيبتي، لا 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 بلاش التشاؤم ده. بقولك ايه، دوري الكاميرا كده في المكان الجميل ده اللي انت فيه، عايز اشوفك عايشه ازاي. انت مصر يا بابي؟ اكيد. طيب انت حر. انا سندس. اهو يا بابي شفت؟ الله، مكان مصري جميل. بس ايه ده، في حاجه كده ايدها بتلعب. ايه دي؟ دي سندس يا بابي، بتحب دايما تقعد معايا. بتحبك دي؟ اه بتحبني. طيب يا روحي انا كده اطمنت عليك. عايزه حاجه حبيبتي؟ يا بابي عايزه امشي بس من هنا. طيب باي باي يا روحي. باي باي يا بابي. وانا خلاص ابلة ما احتاج قبل كده، لازم اجي لك المستشفى وسط الممرضات يعني والعيانين. اه قولي يا ابلة. بس يا سوكا انت ما تعرفش فواز اخوي ده، لو عرف ان انا بكلمك هيقعدني من الشغل، وانا بصراحه بحب الشغل قوي، وكمان مش عايزه ازعله. اخويا فواز شايل البيت كله من ساعه ابويا الله يرحمه ما مات. يا ابلة احنا بنعمل غلط يا ابلة، ما احنا قدام الناس كلها اهو وقدام ربنا الاكبر من الدنيا دي كلها يا ابلة. معلش يا سوكا مش هينفع، انت هتفضل ساكت كده؟ انت كتمتيني يا ابلة، وانا اللي بصراحه كنت جاي اعزمك على فرح. ايه ده انت هتتجوز؟ الف مبروك. اتجوز ايه بس يا ابله، ده فرح البنت بوسي اخت وهدان، وانا اللي احيي الليله من الصبح لغايه اخر النهار، ويا ريت يعني تشرفينا، يعني يكون شرف لينا. الف مبروك يا سوكا، ربنا يوفقك يا رب. ربنا يوفقني وانا طالع رحله اسكندريه مع اصحابي، ربنا يوفقني. يا ابله بقول لك اول فرح هغني فيه يا ابله، يعني لازم تبقي موجوده وفي اول كرسي يعني في الفرح. طب افرض يا سيدي انا عرفت اجي وانت هتبقى بتغني، انا هقعد مع مين؟ مع مين؟ مع امي سيدي الحبايب يا دنيا. انت وانت عارفه امي بقى بتحبك قد ايه. امك اصلا ما كانتش طايقاني المره اللي فاتت، ده انا كنت حاسه ان هي هتخنقني. امي ده انت على نياتك، دي اطيب حد في المنطقه، اديها سر بس، لا يمكن تطلعها بره. دي امي دي طيبه جدا 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 والمنطقه كلها بتحبها هي، بس مشكلتها اللي على لسانها يعني بتقوله. ايوه بتقوله على طول. بس لكن طيبه قوي. وبالمره اعرفك على كوريا، على فكره بنت كوريا دي بنت رجوله قوي، وان شاء الله هتبقوا اخوات كده زي انا وابراهيم، فيا ريت تشرفينا بقى. خلاص يا سوكا ما اعرفش والله، بس انا هحاول اجي. ايش طب نجيتك عندي بالدنيا، ويا ريت وانت جاي يعني ما تنسيش تجيب معاكي فلوس عشان تنقطيني يعني كده وكده ارجعهم لك. لا يا حبيبي ما تعتذرش، هو انت فاكر لما انت تعتذر انا هفرح؟ انت تعمل اي حاجه انت عايزها وانا استحمل منك اي حاجه. وانا ليه غيرك في الدنيا؟ ولا حياتي ليها طعم من غيرك؟ ربنا يخليك لي يا اخويا. ربنا يخليك لي يا رجاء. اعوذ بالله، دي اخلاق الرجاله يا ناس، دي اصول العيش والملح. معقول الراجل يبلغ الحكومه على الستات قاعدين بطولهم في البيت؟ اللي اسمه سلومه ده لازم يطلب
لازم يتعلم الادب من اول وجديد. هو ده الكلب عمره ينعدل يا خال. هنقطعه له. انا بخاف. ما تخافيش من اي حاجه. بخاف من كلاب. ما فيش كلاب يا سندس خلاص. انا شفت رجاله كتير وقليل، عمري ما شفت رجاله وسك من سلومه ده. انت بتشتم مين يا واد؟ اوعى تكون بتشتم عوض. لا كان بيضربني بس كان بيضربني عشان الواد. لا ما تخافيش. ابشتمش عوض، هروح اجيبه لك دلوقتي. بس المهم عملت له الواكل اللي هو بيحبه. البنت الحلوه دي هي اللي عملته. الله 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 يا ست هايدي، سندوسه دي فيها شيء لله وما تحبش الا البني ادم اللي ربنا راضي عنه. وانا كمان بحب سندوس. بقول لك ايه يا استاذ شكري؟ ورينا يا ست هاله. شوف المبلغ اللي عايزه الراجل ده وانا هدفعه له. نعم يا اختي تدفع لنا ليه ان شاء الله؟ انت هتجب علينا ولا هتجب علينا؟ ولا تكونيش يا حبيبتي بقى استحلتي القعده في قلب المكان فقلتي اما تدبي لك مسمار جحا في المطرح. لا يا حبيبتي اطمني، انا مش ناويه اطول هنا، ولو عليا انا عايزه امشي النهارده قبل بكره، بس انا كمان مش عايزه مشاكل مع الناس اللي هنا طول الوقت، ومش عايزه الشرطه تفضل رايحه وجايه وتعمل لنا محاضر. لا معلش يا اختي استحملي، ادام عايزه تقعدي بقى استحملي، انا عن نفسي افضل ماشيه كده اهو، واحده واحده على قد كده اهو، ولو ما لحقتش ولا اتزنقت روح خش في جمعيه من اللي بتعمله من مسوك، واقبض انا وادفع حصتي زي ما هي عملت بالظبط. خلي لك يا اختي انت فلوسك، اصرفيهم على الاحمر والاخضر والبيجامات الحلوه دي انا اللي بتجيبيها. بالاحمر بالاسود. اقعد يا ست هانم اقعدي، استهدي بالله استهدي بالله استهدي بالله. ست هانم ما قصدهاش حاجه، ربنا فاتح عليها ومديها وعايزه تساعدك لله. الست هانم دي معاها فلوس ممكن تشتري الحته دي كلها. فاهمها يا عم شكري. هو اللي ست هانم الست هانم هانم على نفسها يا اخو، احنا ما عندناش هنا هوان. وبعدين بقول لك ايه، احنا طول عمرنا ماشيين بالزقه لكن حامدين وشاكرين الحمد لله. انا الغلطانه اللي انا عايزه اساعد، ان شاء الله سقف البيت يتهد على راسك. انا مالي هتهد على راسك انت يا بعيد؟ اضحي هتهد على دماغنا كلنا. اي اي اقعدي الست بتقول اي اي اقعدي من فضلك يا ست هاني اقعد عشان نحل المشكله السوداء دي. انا هنزل دلوقتي لسلوم النجس عشان اعلمه الادب من اول وجديد. ماشي. بقول لك ايه عزيز، وانت راجع معدي عليا عايز اطلع اشوف هيما، ما شفتوش من ساعه ما جاب المستشفى. يا دنين عليك وعلى سنين هيما، ما انا مش عارف اطلع له لوحدي. هي المنطقه اسمها يا عم معروفه في حته منفوخه كده تبع حاجه ما 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 بطن البقره. اسمها ايه؟ بطن البقرة. بطن البقرة؟ ممكن ندور عليها في ايه؟ في جوجل انيمالز ولا جوجل ايرث؟ مش وقت هزار دلوقتي، شوف بطن البقرة في انهي داهية، خليها نخلص. بطن البقرة ايه يا عم؟ وانت جعان؟ ظروف اهلك ولا انا متعصب دلوقتي ومش فاضي الهزار. طب ما تنفعش رجل البقرة؟ ها؟ عين البقرة؟ ادي دقني ان ما ركبت لك ديل. شوف لي فين بطن البقرة وخلصني. حاضر يا عم بطن البقرة. انت اول ما تلاقي البقرة اهو. انت بتقفل ده مساء النور. مساء النور اتفضل. ابو طالب بيه انا مش جاي اثر على حضرتك في حالة انك قررت تستعين بمحامي تاني غيري، بس لحد المحامي التاني ده ما يجي ويبدا في القضية انا هكمل شغلي عادي جدا. انا مش عايز الشغل يقف في القضية. يا عم بتقفلوا ليه؟ البطارية بتبوظ، البطارية بتبوظ يا عم. بلاش تلعب بعدين، العب بعدين. طيب وايه فيش أخبار جديدة؟ طبعا في خير. أنا قدمت للنيابة طلب برفع قرار حظر التصرف في ممتلكاتك، وقدمت لهم كمان إقرار ذمة مالية وإقرار بعدم دخول أي أرصدة أو حسابات أو أصول باسمك من وقت البنك ما منح القرض لمدام هايدي وحتى تاريخه. يعني كده أنا حر التصرف في أي كرسي من كراسي، ما حدش يعمل لي قضية تبديد؟ لا مش بالسرعة دي طبعا، يعني أهم حاجة النيابة تطمن الأوراق اللي أنا مقدمها الأول. قرار رفع الحظر هيجي بسرعة إن شاء الله. ما أنا قلت لكم الأول إن الإجراءات دي تعسفية، ما حدش سمع كلامي. الأهم من ده الأرقام اللي نجوان اتصلت بأهلها منهم، طلعوا رقمين موبايلين واتقفلوا، وحاولنا نعرف مكان الاتصال بس ما عرفناش نوصل لأي حاجة. طب وهنعمل إيه؟ الأرقام دي طبعا ملهاش أي لازمة، بس أهم حاجة دلوقتي إن انتصار تفضل على اتصال بينا طول الوقت ونخليها تدينا أي رقم تتصل بيها منه. مين عارف يمكن تغلط تتصل من رقم الموبايل الشخصي بتاعها أو من رقم محل إقامتها اللي هي قاعدة فيه دلوقتي. وحضرتك معاك رقم انتصار؟ أنا ما حاولتش آخد الرقم، بس هي قالت لي على عنوان المستشفى اللي هي بتشتغل فيها. ممكن طارق يروح المستشفى ويجيب النمرة من هناك. أنا بحبش المستشفيات بس أروح عادي. أوكي تمام.
أنا عاوز أعتذر لك على انفعالي بتاع الصبح عليك ده، ما كانش في مكانه الحقيقة. وبعدين يا أخي أنت المحامي بتاعي من زمان، أنا لو عارف إن في محامي أشطر منك أنا كنت رحت اتفقت معاه وجبت، بس عمري ما هعمل كده. يا أبو طالب بيه، ما أنا قلت لسيادتك أنا مش جاي أصر عليك ولا حاجة. يا راجل بطل بقى القماصة دي بقى، خلاص انتهينا. والله العظيم كانت فرصتك تغيره وتجيب محامي عدل. أنا مش عارف أنت دماغك دي ليه كده يا عم. اتلم أنت واقعد ساكت بقى. بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي نشوف موضوع بطن البقره ده بقى، عشان بقول لك بطن البقره. ايه يا عم؟ دلوقتي يا معلم سلومه الاخ شكري بيشكو انك طلبت الشرطه لاهل بيته، الست سندس والاخت كوريا والاخت جمالات. الحقيقه مولانا دي اول مره كنت اشوف فيها الست جمالات. صعيدي جلبوه يابا علمني الهيفه. جلبني تعالى في الهيفه واتفطر. اللي دخل جمالات دلوقتي في اللي احنا بنقوله برضه ما يصحش يا معلم سلومه. تطلب الشرطه لنسوه لا راجل معهم، وامامك سبل مفتوحه كثيره. كان ممكن ان تاتي لي او تذهب للاخ شكري او للاخ كفداجي خطبها. صلي على يشفع فيك يا مولانا. عليه افضل الصلاه والسلام. اسد بقى بيته اللي هيقع على دماغنا ده، ده حوار بقاله سنين، مش ابن امبارح والنهارده لا. ها؟ ده احنا ياما اتحايلنا، ياما رقنا نشف. ده انا قلت للاستا شكري بدل مره عشره، وسيادتك دخلت في الموضوع ده مره واثنين ايام امها الله يرحمها. ولو ما حصلش الكلام ده قولوا عليا راجل هجاص كذاب. الصدق يقال يا اخ شكري، الكلام ده حصل فعلا. ماشي حصل، نقوم نبلغ الحكومه على بعضينا، اللي معهوش فلوس نحبسه. لا لا، احنا برضو اهل وجيرة. اوه بامانة الله بقى، انا زهقت من حكاية معهوش فلوس دي. اوه يا عالم، اللي بيدعي الفقر ربنا بيفقره اكتر. مش اصول كلام ده يا معلم سلومة، انا المرة دي تابعت الاصول اللي انت ما تبعتهاش، وجبت الشيخ المنطقة كلها عشان يشهد ما بيننا، وانا عارف ومتأكد لا هتكبره ولا تكبرني. عشان كده انا مش هراعي اصول الجيرة ولا العيش والملح، واللي بيعمل ما بيقولش سلام من غير سلام عليكم. الواد سوكا لسه نازل يوضب العده عشان خاطر فرح اخته وهداء. دول ولاد حرام عازمين ام لا اله الا الله بما فيهم الحكومه. يا اخويا ده عالم ناقص، بيجوزوا البنت وهي لسه ما تمتش 14 ولا 15 سنه. وفيها ايه يعني يا كوري؟ اي حد في الدنيا بيحب يسطر على بناته، وخالاتك كلاتهم متجوزين اتغيرين، ولا الواحد يخطب البنت من دي وتقعد تحمد جنبه يعني؟ يوقف في خيخ خلاص. سلامتك يا هيم، ايه ده انت غيرت على الجرح؟ اه ما الواد سوكا اصله ماشي مع البت الممرضه، جابها لي اتغيرت هي على الجرح. يا انصبتي وطلعت لك هنا لوحدها؟ بالراحه يا كوريا بالراحه. ده انا ما استجراش اعملها وانا خطيبتك قدام الحاره كلها. في ايه؟ جاب امه معاها، اتنيل جاب امه معاها. طلعت بت نضيفه ما رضتش تطلع لوحدها. وام سوكا حبتها؟ وهي ام سوكا تحب حد؟ دي قعدت تشاكل فيها طول ما هم قاعدين، في الاخر وهي ماشيه جت تبوسها قامت عضاها. وليه عقربة وناقصة؟ بقول لك ايه؟ سيبك يا اخويا من الناس دي كلها تولع في بعض. المهم انت بقى انزل لنا بالسلام. الحر وحشة قوي من غيرك يا هيم. انزل خد بحسنا. طب ما تطلعي انت يا كوريا تاخدي بخاطري. ما تطلعيش، ما تطلعيش. نعم يا خي. ألف سلامة عليك يا هيمة. ورانا مشاوير، يلا بينا. حاضر يا خي. يلا. هيم هبقى اطلع لك تاني اما خليه يجي تاني. ها؟ ليه وانا هفضل قاعد هنا؟ انا كل يومين وانزل اتنطط لكم تحت. ده انا لا عارفة اكل ولا اشرب ولا افتح المحل حتى من غيرك. انزل بقى. ربنا وانا يا كوريا. انت وحشاني قوي كوريا. كوريا يلا يا كوريا يلا امشي مع خالك، هنهرج ولا ايه؟ امشي. حاضر. بتاع مين العمود ده يا كداك؟ اه استنى يا كوريا. اه الجرح. رد عليا بكلمك. بتاع مين العمود ده؟ عمود ايه لا مؤاخذة؟ الو. ايوه ساره ازيك؟ ابدا، انا قلت اكلمك عشان اطمن عليكي، اصلي لقيتك ما جيتيش. لا لا ابدا مفيش حاجه، انا كله تمام.
طيب اوكي اوكي مفيش مشاكل ماشي اشوفك مره ثانيه ان شاء الله باي. شايف يا هندسه الشرخ تدخل ايدك فيه لمؤاخذه تجيب اخرها ده غير ان ممكن يخبي بلاوي عرس وفران وتعابين ده غير ان ممكن يقع على دماغتنا واحنا نايمين يرضيك برضك يا هندسه يقع على دماغتنا واحنا نايمين لا طبعا ما رضناش يبقى خلاص تفقع علينا تقرير حلو زيك كده يتقال فيه ان البيت لازم يتنكس في التو وفي الحال عشان ارواح الناس يا دي كسوف ما لحقناش نعمل شاي ولا نجيب ساقع والله ولا حاجه ساقعه ولا شاي ولا اي حاجه البيت باين حالته اهو وما تقلقيش هعمل لك التقرير اللي انت عايزاه بالظبط بعد اذنك اتفضل خطوه عزيزه ده احنا زرنا النبي والله سيد العزال انا من يومي ايوه اسماعيل باشا النيابة طلبت رفع مراقبة التليفونات على محامي أيضا بطالب وأبوها وصديقاتها المقربين يا فندم القرار بيقول لعدم جدوى المراقبة الفترة اللي فاتت والمراعاة الخصوصية الشخصية كمان المحامي بتاعهم قدم طلب رفع التحفظ على ممتلكات بطالب السنهوري من امبارح شكل النيابة هترفع عنه الحظر فعلا الأمر معليك مع السلامة اجمع للأمنة المكلفين بالمراقبة في القضية الزفت بتاعت هيدا أبو طالب توجيهات سعادتك يا باشا ثواني ويكونوا قدام معالي فاكراني انا اللي مؤاخذه جبت الكوريا الحكومه طيب خير والله ما كنت اعرف انك موجوده ولا كنت اعرف ان كوريا المحفشه دي عندها قريبه بسم الله ما شاء الله ربنا يحميك ويحرسك من العين يا حلوه وبعدين ابدا انا كنت بقول يعني انك فرس فرس عربي ما يقدروش غير الراجل اللي بيفهم في الحريم وفي الخيل يقدروا ويدفع ثمنه وماله مسيرك يا لحمه تجيني على المفرمه ايوه تعمل ايه مبطلش حمام ولا ايه الو ايوه باشا مفيش مراقبه تليفونات النيابه شالتها امتى معرفش من النهارده ولا بكره بس اللي اعرفه ان النيابه شالتها وياسر بيها يجمع الامرا دلوقتي وهبلغك برضو تمام يا باشا تأمرني بحاجه تانية كبيره شكرا ابو فاكر قلت لها العمود بتاع البيت هاجر هقول لها ايه يعني يا نهار ازرق وهي عملت ايه بس جبتك خدت الكلمه وهي مداني ظهرها ونزلت ما شفتش وشها لحد دلوقتي ما انا قلت لك ابعد عن سكه نوال نوال دي سكتها شمال الشمال ومن الاخر كده هتعمل لك عور فكك انت بالحوار ده انت عامل ايه مع البت هاجر انا صاحبي مش عايز اقول لك مش عارف انا ايه ولا بالصبح ولا بالليل انت مالك قلبت على هاني شاكر كده ليه انت هتفقر يا سوكا هي عشان ممرضه هتموت فيها استنى يا سوكا انت لسه قد الدنيا هتضحك لك استنى عشان ما ترجعش تندم انك ما خدتش من جديد لا يا صاحبي انا مش هبقى زيك حتى لو بقيت احمد عدويه في زمانه انا عايز واحده تحبني واحبها وتخلف لي عيل كده يملى عنا البيت من الاخر بقى صاحبي انا مش عايز ابقى زي الرجاله اللي متملاش عينهم غير التراب فلسف اتفلسف على امي اتفلسف انا بقى سوكا فككني من الهبل بتاعك ده قوي انا لا عايز شهاده ولا عايز واحده اتجوزها ولا عايز شهره امال عايز ايه ان شاء الله انا عايز اقتل ابراهيم كبداكي واصلي عليه جنازه وادفنه وابقى ابراهيم باشا اللي يخش اي مكان يا سوكا الدنيا تتقلب والورق يترمى تحت رجله ميات وامتنات
وادوس عليها بجزمتي. يعني هو بيشتغل ايه يعني غير شغلانة مغني بس؟ هو بيغني بس. يعني ايه بيغني بس؟ هي دي شغلانة بتأكل عيش يعني بتفتح بيت يا بنتي؟ بصي يا حاجة انا هفهمك، هو دلوقتي مغني صغير بيغني في الافراح وكده، لكن ان شاء الله يكبر ويبقى حاجة تانية خالص. بصي بقى يا بنتي، انا بصراحة كده لا عاجبني اسمه ولا عاجباني شغلانته، والله اعلم بقى يعني اذا كان هيكبر ولا هيفضل زي ما هو كده. والله عندك حق، انا ما كسرش من مقاليفك، بس انا لو من اخوكي فواز ده حلو روح اشتغل الاول بعدين تعالى تقدم. ليه هو تقدم لك كده على بلاطه؟ لا خالص لسه. طيب خلاص لما يبقى يتقدم يبقى احنا ساعتها نقعد قعده تانيه زي دي، وساعتها هنفكر هندخله على فواز اخوك تاني ازاي. الاستاذ بيسال عن دادا انتصار، هنشتغل سكرتاريه للفراشات كمان؟ لا لا. رايحة صح يا خالتك ترقص، تيجي تشم شوية هوا وتسمع المغنى بتاع الواد زوكا ده. ما بلاش يا خيل، هتعمل لنا قلق في الفرح. ما تخافيش ما تخافيش، أخليها تضرب نفسين وتقعد أفعال. إيه؟ يعني يا بابا أنت تشوفي. أنا مالي وأنا اللي هقعد أدادي فيها. أنسة كوريا. السلام عليكم، ازيك يا باشا؟ ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. اخبار البيت ايه؟ وقع ولا لسه؟ لا لسه، سعاده الباشا ما انا قدام سعادتك اهو. اتضايقت انا المره اللي فاتت عشان قريبتك اللي اتخضت دي. اه لا لا حصل خير يا باشا. هي لسه تعبانه ولا ايه؟ اصلا انا مش شايفها يعني. لا اصل هي مالهاش في الافراح والجو ده يعني. اه طيب تمام. طب ابقوا طمنونا بقى عملتوا ايه في البيت؟ حاضر سعاده الباشا باذن الله. السلام عليكم. حبيبي حبيبه قلبي يا هلا يا امي.
حبيب قلب امك يا اخويا. يا مشرفني يا رافع راسي يا مرقصني يا حبيبي حرسك وصينك يا رب. عجبتك يامه؟ عجبتني انت تعجب الباشا يا روح امك. الله هاجر عجبتك؟ كنت كويس قوي. اه ده انت تعجب الباشا يا ولا والله. هو اللي كنت كويس بس يا حبيبي يا حبيبي. انا من غيرك مش عارف كنت اعمل ايه. مش عارفه والله. السلام عليكم يا امه. خمس دقايق. السلامه يا حبيبي. ممكن يا مولانا اضرب واحده بيره؟ لك حريه الاختيار يا اخي سلومه، بس سامحني انا لن اجلسك وانت تشرب هذه البيره. ولا تعالى واحده افتح. انا حطيتها تحت الكرسي يا مولانا مش هشربها الا لما تمشي. ها ما هو الواحد لازم يضمن اخرته ويضمن دنيته في ان واحد. ازيك يا خالتي؟ اهلا يا كوريا ارقصي. ازيك يا اختي؟ مش انت برضك الممرضه اللي كانت معايا في المستشفى؟ ايوه يا كوريا انا اسمي هاجر. عشت الاسامي يا هاجر. الله يخليك نورانا. ربنا يخليك يا رب. مشكرين قوي يا هاجر على العمود اللي جبت لك اداكي، ما كانش لزوم تتعبي نفسك يعني. عمود؟ عمود ايه؟ سلام يا اعلى باشا كل امه من مصر. سلام كل امه من مصر. امه من مصر. ماله بيك الظابط ده يا بنت؟ مش انا. من مين ان شاء الله؟ مع البنت جمالات بنت خالتي. بقول لك ايه؟ سيبك بقى من الكلام ده كله وقول لي. خير؟ انا عايز اعرف. يا ستي اللي نزلت هنا دلوقتي. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. ايه نور الفرح منور والله. ايوه كده يا بنت جمالات انزلي كده وقعدي معانا وخشي فينا ونخش فيكي. ايوه حد خلي الدنيا تبقى نور كده يا بنت. الله ما شاء الله عليك ده انت زي القمر. انت هديتي يا خالتي مش طالعه كنان. اهدي لقيت سندس نايمه وهي شبطت فيا. انت لازم انزل معاها ما اقدرش اقول لها لا. دي قدامها فقر وانا مش هحلق على حد النهارده. شيل انت بقى بنتي يا كوريا. تعالي عايزاكي. انا هقول لك على حاجه. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم يا رب. انا ما كنتش عاوز اقول بس بقى انت عارفه انا ما بحبش الرط ولا الكلام كتير ولا حد يقولني ولا حد يعودني. بس اعمل ايه؟ البت نوال ولو انها بتحبني وانا بحبها اه جابت لي وبتجيب لي على طول الرز بلبن وانتي ما بتشوفينيش حتى بكوز بطاطا. اخلصي وانا هشوفك. ازيك يا ابو هاجر؟ الحمد لله. وحشتيني يا ابله. أنا أمد عيالي والله. النهاردة أحسن يوم في حياتي عشان حاجتين. إيه بقى؟ أول حاجة أول مرة غني في فرح كبير زي ده. وتاني حاجة. تاني حاجة إيه؟ إيه اللي جابك هنا يا أختي؟ فوزي قومي اتجري قدامي على البيت. يا أستاذ فوزي افهم بس الحق. قول من وشك. هات أحلى تحية حيرة طايرة لأجدع ناس في الكرة الأرضية. أهلي وحبايبي وناسي أهل بطن البقرة. الرجال قبل الستات والستات قبل الرجال اللي كلهم عيلة واحدة مفيش بينهم سر أبدا. أي حاجة بتحصل في أي بيت بعدها بساعتين مفيش حد ما بيعرفهاش. وعشان بقى ما احنا أهل وعشرة فأنا مش هخبي عنكم حاجة. ما كده كده هتتعرف. أنا عايز أسأل الست نوال مرات جزار الحتة المعلم سلومة إيه اللي بينك وبين خطيبي؟ إيه اللي بينها وبينه يخليها تستقفى جوزها وتطلع لخطيبي وهو عازب وعايش لوحده بعمود الأكل؟ إيه اللي بينك وبين خطيبي إبراهيم يا نوال؟